صباح الخير على كل متابعينا ومشاهدينا عبر قناة الهلال الفضائية، وصباح جميل ويوم جميل وسنة خير وعافية علي أبو بكر وفريق العمل. متواصلين معكم في استوديو الموج الأزرق 2022، والأمنيات للعام الجديد والأحلام للعام الجديد. خلونا يعني نبدأ إنه نحن الليلة 5، لكن خلونا نفكر مشت كم يوم من السنة، لكن مفروض نحن نعمل شنو؟ خططنا، أهدافنا، أحلامنا على كل الأصعدة، إذا على الصعيد الاجتماعي، إذا على صعيد العمل، إذا على الصعيد الوطن، في كل النواحي مفروض يكون عندنا خطط، مفروض يكون عندنا أهداف، مفروض يكون عندنا أحلام نحن نجتهد بقدر ما نقدر إننا نحققها، بغض النظر عن حال البلد أو عن وضع البلد. لكن خد قدامك 1 2 3 وحدد إنه أنت مفروض تعمل شنو، حدد وقت لكل حاجة أنت مفروض تعملها. كيد متواصلين معكم ونسعد جدا برفقة الأستاذ حسن عمر، وصباح الخير عليك وسنة سعيدة عليك عمر حسن، الله يخليك يا رب، وإن شاء الله يا رب عام سعيد عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم، مرحب قناة الهلال الفضائية، قناة جميلة. ومرحب بالسنة الجديدة، إن شاء الله يا ربي تكون سنة جميلة، سنة بسيطة، سنة حلوة على كل السودانيين وعلى الجيران السودان وعلى الأمة العربية والإفريقية والعالمية، بعيدا عن التشنج والحروبات والألم والمشاكل والأشياء اللي تنقص حياة الإنسان وحياة المجتمع وتأخرنا وتأخر العالم وتأخر الناس كلها. أمنياتي أن يكون السودان في قمة الدول زي ما قلتي، بالتخطيط والتقدير الحلو والجميل لكل الناس، بأنه يتوافقوا. ومبدأ الحوار موجود حتى في الشريعة الإسلامية، في القرآن الكريم موجود، حتى بين سيدنا آدم وربنا سبحانه وتعالى عندما وجه إبليس للسجود فرفض وقال له هو خليني ليهم لحد ما يوم القيامة، وعارف انه حيش ايه للنار. فده مبدأ حوار، ده نفسه مبدأ حوار، حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف انه نقبل نفسنا مع الآخر، والآخر يقبل بينا احنا على علاتنا وعلى فهمنا، على مساوئنا وعلى حسناتنا، حتى انه نمشي لقدام بكل الجوانب، سواء كانت رياضية، فنية، اقتصادية، علمية. عم بنشوف الناس في العالم كله بتحتفل بالعام الجديد لرؤية جديدة، لنظرة جديدة، لأمل جديد. أمنياتي أن الشباب الخلاق المبدع الماكر هذا أنه يوفق نفسه بحيث أنه يقود السودان ده لمرافق العلا والتقدم، حتى أن يكون زينا وزي بقية كل الدول، لأنه ما نقصانا حاجة حتى أنه نتسول الناس، وما نقصنا حاجة حتى إنه نقتتل ونتحارب. في ماذا نقتتل وبلدنا الحمد لله كلها مليئة بالخيرات؟ فلا، ما في شيء حتى إنه بيخلينا نحن نصل لهذه المرحلة. كل العالم بينظر لنا، حتى في حالتنا نفسها كل الدول حوالينا بتجي للسودان، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، أفارقة وعرب وعجم وحتى الخواجات، ليه بيجوا لبلدنا دي وعايزين مننا شنو؟ اكيد عندنا اشياء هم محتاجين لها، ليه ما نعطيهم من هو محتاج له وفق منفعه متبادله؟ عايزين نشوف سينمات مفتوحه، عايزين نشوف معارض كتاب، حفلات، مهرجانات، ملاعب رياضيه، مناطق فنيه، رياض اطفال مفتوحه، حدائق غناء، الناس تمشي ليها وتروع عن نفسها وتجي من بعد عناء عمل مرهق وشاق. لينا فترة من الزمن غير الدموع والأسى والأحزان ما شايفين حاجة. نتمنى هذه السنة أن تكون نهاية لسنوات أنا بعتبرها كبيسة على السودان إن شاء الله. بالتالي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويوفق أولي الأمر مننا في أنه نحن نصل إلى مرافق العلا والتقدم بإذن الله تعالى، مع الناس اللي تقدموا قدامنا، وما هم أحسن مننا لا فكرا ولا علما ولا فهما ولا دراية ولا معرفة. نحن نمتلئ وعلومنا وعلمائنا موجودين وعباقرتنا موجودين لرفعة هذا السودان. أمنياتي من الله سبحانه وتعالى أنه نتقدم تقدم باهر ونبهر العالم بمن هو السودان،
ومن هو السوداني وما هم السودانيين. ثوراتنا دي ألهمت الشعوب، يبقى بعد ده نلهم الناس لشيء أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بما إنه يعني يمكن العالم كله يعني كان بيشهد الكم سنة اللي فاتوا، ويعني السودان يعني مرت عليه أيام صعبة شديد، فخلونا 2022 خلونا نخلي إنه السودان يكون للأفضل، وطموحات السودان تمشي للأفضل، وأحلام السودان السمحة كلها تتحقق، دي تكون في مقدمة أمنياتنا، تكون في مقدمة أحلامنا، ونحن في خلال العام نحققها بإذن الله تعالى ونبنيه. طبعا طبعا هنالك بعد الحرب العالمية الثانية الأمريكان ضربوا اليابان بالقنبلة الذرية النووية، عشان ينهضوها من جديد جلسوا 5 سنوات في مشروع مارشال، جلسوا لتخطيط رفعة هذه البلد بعد 20 سنة اللي هو 2070 تقريبا، 1970 نهضت اليابان، والآن ثالث دولة اقتصاديا في العالم، ولا تملك 1% من مقاومة الإنتاج في 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 مملكة السودان، ولا 1% ما تملكها. كل مقاومة الاقتصاد لا تملكها، الست مقاومات المعروفة لدى الاقتصاديين لا تملكها اليابان، وبالرغم من ذلك تتسيد العالم اقتصاديا. لماذا لا نلحق هذه الدول؟ ببساطة عندنا ما لا يملكوه. فبالتالي نتمنى من الله العزيز القدير أن يلهم أباطرة المال وأبارة الفهم والعلم والمعرفة في نهضة هذا السودان بإذن الله تعالى. أنا بشكرك كثير، ودائما بسعد برفقتك معنا في كل أوقاتنا عبر قناة الهلال الفضائية. الله يخليك ويحفظكم يا رب العالمين، وينهض بهذه القناة إلى مرافي أعلى وأعلى بكثير بكثير إن شاء الله تعالى وتعالى. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا الأحباب في كل مكان، يمكن واحدة من أغنياتنا اللي استمعنا لها من خلال استوديو الموج الأزرق FM كانت الدنيا منى وأحلام، وأكيد الدنيا منى وأحلام، أمنياتنا وأحلامنا إذا اجتهدنا حنحققها، لكن إحنا ما ممكن نقعد نحلم ونتمنى من غير ما نسعى، من غير ما نجتهد، من غير ما نحسب حسابات الجاي شنو. أي حلم بتحقق، أي أمنية بتتحقق، أي هدف بتحقق، لكن أحسب له 1 2 3 4، أنت مفروض تعمل شنو وخطط له تخطيط صح. أكيد أنت لما تخطط صح بالتأكيد حلمك حيتحقق وأمنيتك حتتحقق. خلونا نخلي إنه السودان يكون الأفضل في مقدمة أمنياتنا، وأمنيتنا الأولى إنه السودان يكون الأفضل. من جديد هنرجع لأبو بكر داخل استوديو الموجة الأزرق، لكن يا أبو بكر ورينا أمنياتك أنت ل2022 شنو. شكرا يا ولا، وانا يعني عايز اشكرك على كلامك اللي قلتيه، وكلام كان ايجابي جدا. ان شاء الله تكون سنه بتاعت خير وسعاده، واحلامي في 2022 ما حد ينفصل من الاكثر من 30 متصل اتصلوا ليله، وانه بلدنا تكون عامره بخير وبزهوها، وترجع تاني سيرتها القديمه، هي تكون سله غذاء العالم، وتكون دوله شابه، دوله فتيه، دوله عندها ارادتها وعزيمتها، ما تموت احلامها، وما يكون احلامها تصاب في مقتل وأدها برصاصه، او وأدها بتراب، او وأدها باحباط من الناس اللي بيكونوا قاعدين حوالينا المتربصين باحلام شبابنا. نتمنى انه الجيل الجديد يعيش حياته بصوره رخيه وبصوره مليانه ايجابيه، ويقدر يحقق احلامه في بيئه تحترم حقوق الانسان، تحترم حقوق الاطفال والشباب، ونحيا حياه كريمه. دي كانت مساحتنا معاكم 3 ساعات من الحب ومن الجمال ومن الألق، برفقة الشاب الجميل مهيد على هندسة الصوت، وأيضا الأستاذ جلال الدين على الإخراج، والزميلة ولاء إبراهيم في فقرة استطلاعات على الهواء، وكل الطاقم، تحايا المصورين، تحايا الشباب تقبلوها. وختاما ما توقف، خلي دائما حلمك يكون حلم كبير، يعني قدر ما انت خطيت احلامك كبير وطموحاتك اعلى، هتكسب اعلى وهتكسب اكثر. هستشهد بمقوله للصديق جميل ربنا يرحمه في الله، وقال ما تتفائل وما تتشائم وما تبتئس، اشتغل بس وانجح وانجز. تحت الرحمه والمغفره لكل شهدائنا، وشكرا جزيلا، لحد ما نتلاقى في مساحه جديده، ابقوا عافيه، في امان الله.